الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على من بعث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهنئكم أيها الإخوة بأن قدركم يسر لكم هذه المجالسات العلمية، وهي كنز من كنوز الجنة بإذن الله، لما يكسبه الحاضر لطلب العلم الشرعي في هذه الجلسات. وخير ما نؤكد عليه أن طلب العلم الشرعي أيها الأحبة في الله غاية في حد ذاته، أن طلب العلم الشرعي غاية في حد ذاته، وإن كان وسيلة إلى صحة العبادات والمعاملات وجميع شؤون حياة المسلم. فليهنئكم العلم ومدارسته. وكان من سبقنا قد انتهى إلى باب الشركة، وقبل أن نتكلم عن الشركة بما يتيسر نقول بأن المعاملات على قسمين. المعاملات على قسمين: القسم الأول المعاملات التي يقصد منها العوض وما يتبعها من توثيق برهن أو كفالة أو ضمان، سواء كان هذا العوض دنيوي بما في ذلك ربح التجارة، أو كان في الآخرة كما هو شأن القرض، فإن القرض له شأن عظيم، والمقرض له أجر من الله سبحانه وتعالى على قدر نيته، ويتبعها أبواب منها باب الشركة وغيره من الأبواب. أما القسم الثاني، كما أن هذا القسم أيضا أيها الأحبة يتفرع إلى فروع، فهناك معاوضة على الأعيان، وهناك معاوضة على المنافع، كما سوف يأتينا ذلك في باب الإجارة بإذن الله تعالى. الشركة هذه مشروعة ومتفق على مشروعيتها، ولها أقسام وأضرب كثيرة. نص الفقهاء القدامى رحمهم الله تعالى على بعضها، وحدث في هذه الأزمنة أنواع كثيرة منها. والذي ينبغي أن أقوله بالنسبة للشركات المعاصرة، ينبغي أن تبنى أسسها وأحكامها على
ما تقدمها من أنواع الشركات، وأن يكون مصدرها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يصفو ربحها وحتى تكون حلالاً يؤجر عليها الإنسان بنيته ويستفيد منها في دنياه وآخرته. قال رحمه الله تعالى: باب الشركة، وهي على أربعة أضرب: شركة عنان، وهو أن يشترك بماليهما وبدنيهما، هنا يتفق اثنان في شركة العنان بأن يشتغل بأموالهما متضامنين، وأيضا بأبدانهما. وحينئذ هذه الشركة لما تساوى فيها الشريكان أو الشركاء أيضا، لما تساووا في العمل في البدن وتساووا في دفع الأموال أيضا سميت عنان، تشبيها بالفرسين إذا سارا سويا وتساويا في عنانيهما يكونان حينئذ سواء، وهذا هو سبب التسمية. الوجه الثاني أو الشركة، النوع الثاني، شركة الوجوه، وهذه من مسماها أنهما أن يشتركا فيما يشتريان بجاهيهما، وهذه أيضا من الشركات القديمة الموجودة، قد يكون حتى الآن. والثالثة شركة المضاربة، وهي أن يدفع أحدهما إلى الآخر ما يتجر فيه ويشتركان في ربحه، وهذه موجودة حتى الآن في وقتنا الحاضر، بل قد تكون هي الآن الظاهرة ظهوراً بارزاً في حياتنا. فأحدهما يدفع المال والآخر يشتغل فيه، يضارب فيه، يشتغل فيه، وحينئذ الربح بينهما على ما اتفقا عليه. أما لو حصل خسارة فإنها تكون من رأس المال، وذكر صاحب الكتاب مجموعة من أحكامها على يعني ذكر بعض الأحكام المتعلقة بها، لكن المهم فيها أن يكون الربح بينهما مشاعاً، يعني يكون الربح ليس مقدراً بمبلغ من المال، إنما يكون مشاعاً وعرضة للخسارة والربح. فقال في تعريفها: وهي أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالاً يتجر فيه ويشتركان في ربحه، وهي أمر مجمع عليه، بل إن أجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة، معنى ذلك أن هناك بعض الخلاف في بعض أحكامها، ولن نتطرق عليه لأن الحيز الذي نحن بصدد الإتيان عليه فيه من الطول ما يكفي للوقت. وشركة الأبدان هو ظاهر من تسميتها الذي هي النوع الرابع، أنهما يشتركان في أعمالهما، أن يشتركا فيما يكسبان بأبدانهما من المباح، سواء كان هذا المباح بصناعة أو احتشاش في السابق أو اصطياد
ونحوه. وقد ثبت عن الصحابة أنهم قد فعلوها، فقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم أأت أنا وعمار بشيء. وكما قلت أن الربح لا بد أن يكون مشاعا بينهما، قال: والربح في جميع ذلك على ما شرطاه، والوضيعة على قدر المال. المراد بالوضيعة الخسارة، يعني لا تكون على العامل فتضره، لا، الخسارة من رأس المال. الربح بينهما، ولو فرضنا أنهما لم يربحا شيء، العامل لم يربح شيء، فحينئذ عمله هدر ليس له شيء. لكن لو أنه لم يتعد ولم يفرط ثم خسر، فإن خسارته من رأس المال، خسارته من رأس المال، ويسميها العلماء الوضيعة. قلنا مشاع، أن يكون الربح بينهما مشاعا، معنى ذلك لا يجوز كما يقول صاحب الكتاب: لا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة ولا ربح بشيء معين. فلو فرض أنه قال لك مثلا 10,000، هذا لا يجوز. ولو فرض مثلا أنه عين له شيء معين من الربح فإنه لا يجوز. لأن هذا يؤدي إلى هذه المعاملة إلى الجهالة، وإنما تترك للفراسة من العامل وحظوظ الحظوظ في هذا الشيء. المال في المضاربة أمانة في يد العامل، فلو أنه هلك بسبب من الأسباب السماوية أو القضاء والقدر ولم يكن له فيه تعد ولا تفريط، فإنه لا شيء عليه، لا شيء عليه. وكما قلت في البداية، الشركة لها أنواع كثيرة في وقتنا الحاضر، وفيها كتابات معاصرة أيضا، ولكن الذي ينبغي للمسلم أن يتحرى الأحكام الشرعية إذا أراد أن يتعامل بأي نوع من أنواع الشركات المعاصرة، لأن بعضها وللأسف الشديد يلحقه بعض الأحكام الشرعية المحرمة له، فنتنبه لهذا. هذا بالنسبة لباب الشركة. باب المساقات والمزارعة، واضح من التسمية أن المساقات تكون في شجر قائم، ولهذا قال: تجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمرة مشاع معلوم، وهي ما نسميها بالنسبة المئوية 25% أو 10% أو نحو ذلك من الخارج من هذا الشجر، من ثمر هذا الشجر، سواء كان شجر النخل، نخيل، أو فاكهة أو نحو ذلك. وكذلك المزارعة، بأن يدفع له أرض بجزء من زرعها، وهذا ثابت في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر، يقول عليه الصلاة والسلام لقول ابن عمر: عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر، وفي لفظ: على أن يعمروها، يعني يزرعوها ويقوموا عليها،
أن يعمروها من أموالهم، وعلى العامل ما جرت العادة بعمله، يعني الأمور فيها عرفية. والأصل فيها أنها جائزة، وهذا الحديث متفق عليه. قال أبو جعفر: محمد بن علي بن الحسين بن علي عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر، يعني بنصف الخارج، ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم أهلوها إلى اليوم يعطون الثلث والربع، وهذا في زمانهم. فالمساقات والمزارعة في الأصل أنها جائزة، وإن رأى بعضهم، ولكن الرأي هذا ضعيف فلا نعرج عليه. أما الباب الثالث فهو باب إحياء المواد، والمراد بالمواد الأرض التي غير مملوكة لأحد. والأصل في هذا الباب قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضاً ميتة فهي له، ويقول: وهي الأرض الدائرة التي لا يعرف لها مالك، فمن أحياها ملكها. بماذا يكون إحياؤها؟ يكون إحياؤها بعمارتها بما تتهيأ به حتى تكون منتجة لما يراد منها، كالتحويط عليها وسوق الماء إليها إن أرادها للزرع، وقلع أشجارها وأحجارها المانعة من غرسها وزرعها. وهذا أيضا هذا الحديث قاعدة، وهو أن من سبق إلى مباح استفيد منه قاعدة: من سبق إلى مباح فهو أحق به. فعمارتها إن كانت ذات أشجار يعني برية فتنظيفها من هذه الأشجار وقلع هذه الأشجار ونحو ذلك، وإن كانت بور يعني أرض صالحة للزراعة وليس فيها أشجار فأن يحفر فيها بئرا ثم يسقيها. فما جرى عليه ماء هذه البئر فهو ملك له. بالمناسبة إحياء الموات يعني لولي الأمر تقييده للمصلحة العامة وليس لمصلحة خاصة أو لمصلحة أفراد، إنما يكون تنظيمه ببعض الشروط والمواصفات، تحديد التواريخ ونحو ذلك. إذا رأى الإمام مصلحة في ذلك فهو داخل في ما يسمى بتحديد المباح. وكوننا نتكلم عن البئر العادية يعني القديمة المنسوبة إلى قوم عاد أو غيرها، هذا أمر راح وقته، ذهب وقته. المهم أن من أحيا هذه الأرض إن كانت صالحة للزراعة بزراعتها، وإن كانت صالحة للعمران بإصلاحها وجعلها مستعدة للبناء ونحو ذلك، فهذا مما تملك به الأراضي البور. من الأبواب أيضا باب الجعالة أو الجعالة، وهو أن ينادي بأن يقول: من رد لقطتي يعني ما ضاع منه، أو ضالتي، أو بنى لي هذا الحائط المتهدم فله كذا من الأجر، يعني من الأجرة وليس من الأجر الأخروي، إنما من الدراهم أو الدنانير.
فمن فعل ذلك استحق الجعل. واستدل صاحب الكتاب على جوازها، هي من العقود الجائزة، هي من العقود الجائزة، ومن سبق إليه إلى العمل فهو أحق به. استدل به على القصة المعروفة، وهو أن قوما لدغ رجل منهم، في بعض الروايات لدغ سيدهم، فأتوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: هل فيكم من راق؟ فقالوا: لا، حتى تجعلوا لنا شيئا. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويكفل حتى برئ هذا المريض، فأخذوا الغنم وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: وما يدريكم أنها رقية، خذوا واضربوا لي معكم بسهم. وعليها أدلة كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: ولمن جاء به حمل بعير، ولمن جاء به حمل بعير. من جاء بالصواع فله مقدار حمل بعير، ومعنى ذلك أنه لم يعين من يأتي به، وإنما قاله عليه الصلاة والسلام الذي هو يوسف، قاله على الملأ، وهذا دلالة على الجواز، وإن كان هذا في يعني دين من قبلنا أو في شريعة من قبلنا، لكنه شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بما يخالفه، وقد جاء شرعنا بموافقته في أحاديث كثيرة حقيقة. وهنا بالنسبة للجعالة أو الجعالة، هو الحقيقة الأجر فيها مجهول، الأجر فيها مجهول، لكنها لما قاربت عقود التبرعات أبيحت الجهالة فيها. يعني عقود التبرعات التي سوف نأتي عليها، هذه يغتفر فيها ما لا يغتفر في عقود المعاوضات من الجهالة التي تؤول إلى العلم. فهنا فيها جهالة، وهو جهالة المستأجر الذي سوف يبني هذا الحائط أو يرد هذا العبد الآبق أو الضالة الدابة الضالة، هو مجهول، لا يعلم هل هو زيد أو خالد، ومع ذلك جازت للحاجة، لدعاء حاجة إليه. وكما قلت، أصل العقد فيها أنه جائز، لكن إذا شرع فيها العامل وبذل جهدا فليس للجاعل أن يتنازل أو أن يتراجع، يعني ليس من الأدب، وإلا ليس الحقيقة ليست هي ملزمة، لأنه هو تبرع بالبدء، تبرع بأن يبحث عن هذا الضالة أو عن هذه اللقطة، فحينئذ. لكن ليس من المروءة أنك تقول هذا الكلام على رؤوس الملأ، ثم إذا تعب الشخص وبدأ في العمل تفسخ ما قلته وترجع عن شيء شبيه بالهبة. فنتنبه لهذه النقطة. لهذا قال صاحب الكتاب: ولو التقط اللقطة، التقطت اللقطة، يعني لو التقط اللقطة قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه. يعني لو أن شخص من الناس سبقه إلى هذه اللقطة وأحضرها، فحينئذ لو يعني عمله السابق لا يستحق عليه شيئا، لأنها من عقود، من العقود الجائزة وليست اللازمة. لكني أكرر بأنه ليس من المروءة أن يتعب الناس في البحث عن أمواله الضائعة أو الضالة، ثم بعد ذلك
يتراجع عما أخذ على نفسه. الباب الذي يليه باب اللقطة، وهي أقسام كما يقول على ثلاثة أضرب، أحدها ما يعني هي أقسام صاحب الشيء الذي قيمته قليلة وهو ما تتبعه همة أوساط الناس، أشار إليه بقوله ما تقل قيمته فيجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف، لقول جابر رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به، وضابطه ما لا تتبعه همة أوساط الناس، يعني لا يلتفت إليه الناس، الرجل العادي لا يلتفت إليه، فهذا يجوز التقاطه ولا يجب عليه أن يعرفه، بل يلتقطه ويملكه، بل يلتقطه ويملكه وينتفع به. وفي الحديث أشار إلى الأمثلة كما في العصا والصوت وأشباه ذلك، فهذه أمور قيمتها في العادة، قيمتها في العادة أنها قليلة ولهذا لا تتبعها همة أوساط الناس. النوع الثاني الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل ونحوها والبقر، فهذا لا يجوز أخذها، لا يجوز التقاطها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل قال ما لك ولها، دعها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر، بمعنى أن حتى يأتيها ربها، حتى يأتيها صاحبها، بمعنى أن هذه الأشياء لا حاجة لالتقاطها ولا لماذا؟ لأنها ليست في حاجة للحماية، لأنها تحمي نفسها وتجد ما تأكله وما تشربه. وبالمناسبة في الحقيقة لا يجوز للمسلم أن يترك أمواله التي بمثل هذا القدر من القوة نظرا لهذا الحديث، فيترك الإبل سائبة تضر الناس وربما أودت بحياتهم، فهذه جاء فيها حديث بأن صاحبها ضامن، يعني لو سببت يعني من الحوادث المميتة كما نسمعها الآن في الوقت الحاضر فإن صاحبها هو مسؤول أولا أمام الله سبحانه وتعالى لأنه تسبب في إزهاق هذه الأرواح بسبب هذه الحوادث، والأمر الثاني أنه ضر بها بما تسببه من قطع الطرق وإحداث الحوادث. لكن نحن نتكلم من زاوية ما علاقة من رآها، هل له التقاطها؟ نقول لا، كما جاء في هذا الحديث الصحيح. ولهذا فهي لا تملك، هذه لا تملك بالالتقاط. فلو أن إنسانا التقطها فإنه يضمنها، ولا يبرأ حينئذ إلا بدفعها إلى صاحبها أو إلى الجهة المسؤولة، أشار إليها بقوله إلى نائب الإمام، إلى نائب الإمام وهي الجهة المسؤولة في الدولة. هذا هو النوع
الثاني. والنوع الثالث هو النوع الوسط بين ما لا تتبع همة أوساط الناس وبين ما يحمي نفسه، أشار إليه بقوله ما تكثر قيمته من الأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع، فهذا يجوز التقاطه. لكن إذا التقطه شخص فإنه يجب عليه أن يعرفه في أماكن تجمعات الناس، ينادي عن هذه الضوال ولا يعني يبين أوصافها، لئلا يأتي من همته ضعيفة فيدعي بأنه صاحبها. ولهذا قال فيجوز أخذه ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد. وهنا إشارة لطيفة من المؤلف رحمه الله كعادة الفقهاء، قال في أبواب المساجد وليس في المسجد. ولهذا المنادات على الضوال أو على اللقطات لا تجوز في داخل المسجد، إنما يعني أمام الأبواب أو في الساحات أو في الأسواق، أسواق البيع والشراء ونحو ذلك، قريبا من المكان الذي التقطت فيه. وحينئذ إذا جاء صاحبها أو جاء من ادعاها قال بأن هذه لي، يختبره إن كانت دراهم مثلا ما مقدارها وما أنواعها، إن كانت أغناما أو نحو ذلك أيضا ما عددها ما صفتها، ثم إذا وافق كلامه ما التقطه فإنه حينئذ يدفعها له. وهنا ننبه على أنه في الأولى لك ألا تلتقطها، تبرئة للذمة، لكن إذا التقطتها وعرفتها حولا كاملا فحينئذ أنت بالخيار في استهلاكها أو بيعها، تصرف في ثمنها عن صاحبها. فإذا جاء خيرته بين الأجر إن تصدقت بالثمن، وهذا حكم سائر من يجهل مالكه. كل مال يجهل مالكه إذا لم تستطع إيصاله إليه فإنك حينئذ تعرف القيمة أو تبيعها وتتصدق بثمنها، سواء كانت رهنا أو كانت لقطة أو نحو ذلك. إذا جاء صاحبها ردحا من الزمن فإنك تخيره بين الأجر وبين الثمن، فإن طلب الثمن تدفعه إليه. ولهذا قال ولا يتصرف فيها، لا يتصرف فيها ملتقطها حتى يعرف وعاءها، الإناء اللي هي فيه إن كانت دراهم أو مطعوم أو مشروب، ووكاءها الرباط أيضا وصفته. فمتى جاء طالبها فوصفها دفعها إليه أو يدفع مثلها إن كانت هالكة، واستمر في بعض الأحكام والجزئيات التي الحقيقة لا يسمح الوقت لكن من الأدلة على النوع الثالث وهو ما له قيمة، ما تكثر قيمته ولا يمتنع من سباع البهائم إن كان حيوانا، الأدلة عليه قول المصطفى صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك، خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب.
ثم هي أمانة، لقطة الأصل أنها أمانة في يد الملتقط ما لم يتعدى أو يفرط أثناء الحول، فإذا تعدى أو فرط فإنه حينئذ يضمنها، لكن الأصل فيها أنها من باب المعروف والإحسان، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان، لا نحمله الحقيقة ما لم يتعدى أو يفرط. وإلى هذا قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان عليه. وهذه قاعدة كما سوف يأتينا أيضا في العارية والوديعة وغيرها، كل هذه الأشياء أمانة في يد من أخذها، فإذا لم يتعد فيها ولم يفرط وحفظها بما يحفظ ماله، فإنه حينئذ إذا هلكت بأي سبب من الأسباب فإنه ليس بضامن لها، ليس بالضامن لها. واللقيط ذكره المؤلف رحمه الله تعالى أحكام اللقيط بعض اللقطة لشيء من التشابه بينهما. وأما تعريف اللقيط فهو طفل ضل أو نبذ، ضل يعني ضاع من أهله، أو نبذ طرح، حمانه الله وإياكم، كما يطرح أولاد الزنا أكرمكم الله، يوضعون في الأماكن أماكن تجمعات الناس أو أمام أبواب المساجد أو داخل المسجد، فحينئذ هذا الطفل المنبوذ هو شيء ينبغي الحقيقة أن يحسن إليه، ولهذا ولله الحمد والمنة في بلادنا لهم من يرعاهم، بمجرد أن يوجد هذا الطفل له من يرعاه وله حقوقه ولله الحمد والمنة، لكن لا نتقزز منهم لأنهم لا ذنب لهم. الطفل الذي لا يعرف أبوه ولا أمه هو ليس له ذنب، ولهذا الحقيقة نقرأ في بعض كتب الفقه كلاما حقيقة لا ينبغي، حينما تكلموا عن إمامة ولد الزنا كرهوها بعضهم، وهذا لا يجوز حقيقة وإن كتب في كتب الفقه، لأن هذا لا ذنب له، هو مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ابتلي بهذا الشيء، وربما أيضا أمه قد تكون معذورة باغتصاب أو نحو ذلك. فلذلك ينبغي الحقيقة أن يكون التعامل مع هذا الطفل راقي، وجانب الرحمة مغلب، ولا وإذا إن شاء الله شب وبلغ الرشد ونحو ذلك فإنه حينئذ إنسان لا ذنب له، لا ينبغي أن ننظر إليه ازدراء أو ننتقصه. ولهذا حكم له الإسلام بحكمين هما الأصل في الإنسان. الحكم الأول أنه حر، ولهذا لا يجوز لملتقطه أن يبيعه كما تباع السلع. ولهذا قال في الكتاب في فصل في اللقيط: هو الطفل المنبوذ وهو محكوم بحريته وإسلامه. أما الحكم بحريته فلأن هذا هو الأصل في بني آدم، الأصل في بني آدم أنه حر ما لم يصبه رق كما سوف يأتينا. بالمناسبة الإسلام لا يعرف الرق إلا بطريق واحد فقط، يعني هنا عندك أعداء الإسلام يقولون بأن الإسلام شرع الرق ويفترون على الإسلام في هذا. الرق لا يثبت إلا بأمرين،
لا يثبت في الإسلام إلا بأمرين. الأمر الأول الكفر، فالإسلام فالمسلم لا يلحقه رق مهما كان، على القول الراجح من أقوال أهل العلم. والأمر الثاني الأسر حال الحرب، الأسر حال الحرب. فهذان قيدان، القيد الأول الإسلام، الكفر قصدي الكفر، والقيد الثاني الأسر حال الكفر. فإن الأسير الإمام مخير فيه بين ثلاثة أمور: إما أن يسترقه لبيت مال المسلمين، وإما أن يفديه، يأخذ الفداء من أهله أو ممن أراد أن يفديه، وإما أن يمن على الأسرى مجانا إذا كان في ذلك عزة للمسلمين وإظهارا لروح الرحمة التي يشتمل عليها دين الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال: وهو محكوم بحريته وإسلامه. إذا وجد هذا الطفل المنبوذ فإنه حر ومسلم، وهو مسلمة الدار، من مسلمة الدار. ثم حينئذ وليه الدولة، وليه الإمام، هو وليه، ولكن يجوز أن يترك في يد من التقطه، من وجده، إذا كان في صالحه، في صالح ذلك الطفل، فلا يقر في يد من لا يصلحه ويصونه. ولهذا قال: وما وجد عنده من المال فهو له. أحيانا من الرحمة بهذا الطفل من ابتليت به تضع معه مالا حتى يكون عونا لمن يأخذه لينفق عليه منه. إذا ما لم نجد معه مال فإن ولي الأمر بيت مال المسلمين هو المسؤول عنه، هو المسؤول عنه. الولاية المالية لملتقطه إن كان في صالحه. يقول رحمه الله تعالى: وولايته لملتقطه إذا كان مسلما عدلا، ونفقته في بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه. أفرض فرضاً أن هذا الطفل المنبوذ بلغ أو لم يبلغ وكان له مال فمات، فوارثه بيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين ما لم يتزوج وينجب. فإن تزوج فهو كسائر المسلمين، تركته لورثته من زوجة أو ولد. لكن لو فرضنا أنه مات صغيراً فإن ما له حكمه حكم الفي، يرجع إلى بيت مال المسلمين. ثم إن الإسلام يتشوف إلى ثبوت النسب، ولهذا لو جاء شخص وادعاه لا نشدد حقيقة في هذا. لو قال بأن هذا طفلي ظل مثلا أو نسيناه في هذا المكان أو كذا، فحينئذ لا نشدد، لأن الإسلام يتشوف إلى ثبوت نسب الشخص. ولهذا قال صاحب الكتاب: ومن ادعى نسبه ألحق به، بشرط أن يكون هذا المدعي مسلما. أما إذا كان كافر فحينئذ إن كان كافرا يلحق به نسبا فقط دون الديانة، دون الديانة. إذا ادعاه مسلم التحق به من حيث النسب والديانة، لأن قلنا قبل قليل بأنه مسلم. أما إذا طلع يعني ادعاه كافر فنثبت نسبه بالنسبة لهذا الكافر، أما الديانة فيبقى على الإسلام، يبقى على الإسلام ولا يسلم له ولم يسلم إليه،
ولهذا يا أخي المسلم انظر إلى عظمة الإسلام، وأنه لن يجعل الله سبحانه وتعالى للكافرين على المؤمنين سبيلا، فنتنبه لهذا. واللقطاء كما قلت لكم ينبغي ألا نزدريهم ولا أن ننظر إليهم نظرة اشمئزاز، لأن هؤلاء لا ذنب لهم، مخلوق لا ذنب له، إن كان هناك وليس الذنب موجود فهو لمن اعتدى على عرض أمه ولمن رضيت بأن يعتدى على عرضها بالحرام، أما هو فهو مسلم حر إنسان مكرم، ينبغي أن ننظر إليهم وأن نحسن إليهم ونشارك أيضا في انتزاعهم من هذه الدور ونضمهم إلينا ونحسن إليهم، لعل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يجعلهم أعضاء في المجتمع نافعين. باب السبق أو السبق، وهذا نوع من الرياضة في الإسلام، أو المسابقة المالية، المسابقات والحوافز التشجيعية وغيرها، هذا الباب أصل في هذا الأمر، باب السبق أو السبق يعني المال اللي يتسابق عليه أو الفعل الذي يؤدي بكسب المال. والمسابقة فعلها المصطفى صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه، بل مع زوجه عائشة رضي الله عنها مرتين، فمرة غلبته يوم كانت خفيفة، والمرة الثانية غلبها لما ثقلت باللحم والشحم. يقول رحمه الله تعالى: تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها. الآن الذين يطالعون الكتاب يقول بغير جعل، هي جائزة إذا كنا نتسابق وليس فيه عوض فهي جائزة، سواء على الأرجل أو على الخيل أو الجمال أو بأي شيء كان، إذا كان ما فيها جعل. أما إذا كان فيها جعل فله شروط، صحتها لها شروط أتى عليها، ولهذا قال: وتجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها، ولا تجوز بجعل إلا في الخيل والإبل والسهام، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. بعض أصحاب الحمام قالوا أو جناح، وهذه كذب، هذا الحديث يقتصر على هذه الأشياء الثلاثة، فنتنبه لهذا. والحديث صحيح، أخرجه أبو داود وغيره، بس بهذا اللفظ: لا سبق إلا في نصل، وهي الرماح أو خف الإبل أو حافر الخيل. وللسبق أو السبق ثلاث حالات إذا كان على عوض: إما أن يكون من المتسابقين أو المتسابقين، وهذا قمار لا يجوز، إما أن يكون من المتسابقين أو المتسابقين، يقول مثلا: إذا سبقتك سباق مسافة كيلو مثلا، إذا سبقتك فلك 100 ريال، وإن سبقتني سبقتك فلي 100 ريال، وإن سبقتك فلك 100 ريال، هذا لا يجوز لأنه قمار، لأنه ربما يسبقك أو تسبقه. الصورة الثانية أن يكون الجعل من غير المتسابقين أو المتسابقين، شخص ثالث قال: تسابق بيني بين يدي
ومن سبق فله 100 ريال، هذا جائز. ولهذا قال صاحب الكتاب: فإن كان الجعل من غير المتسابقين جاز وهو للسابق منهما، جاز وهو للسابق منهما. لو كان أيضا الجعل من أحدهما الصورة الثالثة قال: إن سبقتني فلك 100 ريال، أيضا هذا جائز، هذا جائز لأنه لا يؤدي إلى القمار. وإليه أشار بقوله: وإن كان من أحدهما فسبق المخرج يعني الذي تبرع بالمال، أو جاء معا أحرز سبقه ولا شيء له سواه، وإن سبق الآخر أخذه، وإن أخرج جميعا لم يجز إلا أن يدخل بينهما محللا يكافئ فرسه أو فرسيهما أو بعيره بعيريهما أو رميهما، لقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما أو رميه رميهما، لقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار، إلى آخر الحديث. إذن عندنا في السبق أو في السبق ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون العوض من غير المتسابقين أو المتسابقين، فمن سبق فله هذا العوض وهو حلال. الصورة الثانية أن يكون من أحدهما دون الآخر، وهذا أيضا جائز. فإن سبق المخرج له المخرج فإنه حينئذ يأخذ المال. ثالث أن يكون منهما جميعا، كان يقول: إن سبقتني فلك 100، قال أيضا: إن سبقتني فلك 100. فهذه الصورة الثالثة قمار، والقمار محرم لأنه من الميسر، فينبغي أن نتنبه لهذا. ومن شروط السبق أو السبق، لأنه يفتح ويسكن، من شروطه أن تحدد المسافة أو الغاية، يعني لا يكون مطلقا، يحدد مثلا بكيلوين ثلاثة. وأنتم تسمعون الآن في السباق في الخيل أو الإبل في المضامير ما يسمونها بالمضمار، يعني تتحدد بخمسة كيلو 4 كيلو 10 كيلو، وهذا من شروط المسابقة. مما أيضا يحسن الحقيقة الإشارة إليه ما يسمى في عصرنا الحاضر بالحوافز التشجيعية التي يعدها مثلا بعض المحلات التجارية ونحوها. هذه ينبغي التنبه إلى أن أحكامها تختلف باختلاف مصدر العوض وأيضا غاية المشتري. وفي كتاب الحقيقة قيم جيد للشيخ خالد المصلح الحوافز التشجيعية وأحكامها، الحوافز التشجيعية وأحكامها مهم الحقيقة. أنت تدخل السوق، أي سوق، تجد بعض المحلات تضع بعض الهدايا التشجيعية. هذه الهدايا يعني يقول: إذا كانت هذه الهدايا أو المسابقة بمقابل كوبون نشتريه لو بهللة واحدة، يعني إذا قال مثلا تريد أن تدخل هذه المسابقة فتشتري هذا الكوبون، تشتري هذا بريال أو ريالين أو 10 أو بهللة واحدة ولا يدخل إلا من يشتري، فهذه حرام ولا يجوز لأنها من القمار، ونتنبه لهذا. وهذا نسمعه في بعض الإذاعات أيضا. أما إذا كان المحل وضعها من غير تعيين
صاحبها قال: من اشترى بمبلغ 100 ريال فله هدية، هذا جائز وليس فيه شيء، ليس فيه شيء. أو قال: من دخل هذا المكان للتسوق في يوم كذا أول من يدخل له هدية، هذا ليس فيه شيء. المهم لا يكون القابض لهذه الهدية قد دفع مالا في سبيل الدخول فيها، هذا هو الضابط الذي ينبغي التنبه له، ولعل هذا واضح لكم. كأن المصنف رحمه الله تعالى بباب السبق قد أنهى ما يسمى بعقود المعاوضات، وهي تتمة لما سمعتموه بالأمس من الشيخ جزي خيرا، والآن سوف يدخل لنا فيما يسمى بعقود التبرعات. عقود التبرعات وهي من روح التكافل الاجتماعي في الإسلام، والتي يحبذها الإسلام ويشجع معتنقيه على فعلها. بدأها بباب الوديعة، باب الوديعة، قال: وهي أمانة عند المودع لا ضمان عليها، لا ضمان عليه فيها إلا يتعدى، وإن لم يحفظها في حرز مثلها أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه، أو تصرف فيها لنفسه، أو خلطها بما لا تتميز منه، أو أخرجها لينفقها ثم ردها، أو كسر ختم كيسها، أو جحدها ثم أقر بها، أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه ضمنها. يعني هذه أمثلة. هو شيء الوديعة هي وضع المال عند من يحفظه، سواء كان أثماناً أو كان حيواناً أو سيارة أو نحو ذلك. أراد الإنسان أن يسافر، وهذا الحقيقة في الوقت الحاضر يعني كأنه قلت الحاجة إليه بوجود ما يسمى بالمصارف، ما يسمى بالمصارف. لكن لو كان عند بعض المسلمين هذا، لو كان هذا التصرف باقياً عند بعض المسلمين فهذه أحكامه. فالحكم الأول أن المودع أمين، المودع أمين، ومعنى ذلك أنه لا يضمن، بشرط أن يحفظ هذه الوديعة بما يحفظ به مثلها. يعني لا يفرط، يضعها مثلا إذا كانت دراهم يضعها في صندوق ولا يقفله، أو يضعها في حجرة ولا يقفل الباب أو نحو ذلك. ولهذا مثل صاحب الكتاب بهذه الأمثلة، فإن حفظها بما يحفظ به مثلها من الأموال فتلفت أو سرقت أو نحو ذلك فإنه لا ضمان عليه فيها. ويأتينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. هذا لا شك بأنه عام، وهو مخصوص بيد الأمانة، لأن اليد تنقسم إلى أقسام. يعني وضع اليد على المال أقسام، هناك يد تعدي، يد متعدية كما سوف يأتينا في باب الغصب فهذه ضامنة، ويد غير متعدية وهذه كما في باب الوديعة وباب العارية أيضا، والوكيل يد الوكيل ويد الشريك أيضا. ف
فهذه يد أمانة ما لم يفرط في تضييع ما استودع عليه أو أعير أو وكل فيه فليس عليه شيء. أما إذا فرط فإنه حينئذ عليه الضمان إن كانت مثلية بالمثل وإن كانت قيمية بالقيمة. هنا قال أو جحدها، جحد العارية أو الوديعة هذه كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يجوز للمسلم إذا استولى على مال أخيه أن يجحدها. ولهذا المخزومية التي كانت تستعير المتاع ثم تجحده كما سوف يأتينا في العارية في باب في الباب الذي يليه وهو باب العارية، هذه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، والقصة مشهورة وموضوعها كتاب الجنايات كما سوف يأتي إن شاء الله في مناسبات. فيحرم على المسلم أن يخون أخاه المسلم فيما يستودعه عنده. ولهذا قال والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير. العارية يعني هنا الوديعة غير مضمونة، أما العارية هي مضمونة لأنه أخذها لنفع نفسه، أخذها لنفع نفسه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم. ولما قال له صفوان بن أمية حينما استعار منه أدرعا أو أدراعا للحرب قال غصبا يا محمد؟ قال لا بل عارية مضمونة، قال بل عارية مضمونة. فإذا استعرت سيارة أخيك، إذا استعرت السيارة فيجب عليك أن تحفظها، وإذا تعطلت أو سرقت أو كذا فأنت ضامن. وهذا هو فرق بين الوديعة والعارية. فالوديعة يد أمانة، يده يد أمانة، وأما العارية وهي أخذ المال لينتفع به ثم يرد عينه، هذه هي العارية. العارية هو أن يأخذ المتاع من حيوان أو غيره في وقت الحاضر أو سيارة أو نوع ذلك، يأخذها ينتفع بها ثم يردها. فنظرا إلى أنه أخذها لنفع نفسه قيل بأنها مضمونة، أما الوديعة فعمله عمل إحسان، فلذلك لا نكلفه ما لم يتعدى أو يفرق. كان من الواجب الحقيقة قبل أن يتكلم عن الوديعة والعارية والسبق ونحو ذلك تكلم عن كتاب الإيجارة. والسبب في ذلك أن الإيجارة قسيمة البيع، فالبيع يتعلق بالأعيان وانتقال ملكيتها، والإيجارة تتعلق بالمنافع. ولهذا قال بأن الإيجارة هي بيع المنافع، الإيجارة بيع منافع. الإيجارة يقول كتاب الإيجارة وهي عقد على المنافع لازم من الطرفين لا يملك أحدهما فسخها، فهي كالبيع. البيع إذا تمت شروطه أركانه وشروطه وتم التقابض فحينئذ لا يملك أحدهما الرد إلا بالإقالة، بالفسخ، بالإقالة. إذا أقاله فنعم،
وإلا ترتب على ذلك نقل الملكيات، ومثلها الإجارة، تنتقل ملكية منفعة العين إلى المستأجر ولا يمكن الفسخ. أما قبل القبض فهذا لأهل العلم كلام فيه، فالإجارة عقد لازم إذا تم بشروطه. ولهذا لا تنفسخ حتى بموت المؤجر، بموت أحدهما لا تنفسخ، وإنما تورث، يورث. ولهذا قال ولا تنفسخ بموته، يعني بموت من؟ بموت المستأجر، ولا جنونه، زوال عقله. وهذا نتيجة أنها عقد لازم. ولهذا لو استأجر الإنسان عينا مدة معينة ثم مات، فإن هذا النفع يورث كسائر أمواله. لكن لو أن المحل المعقود عليه الاستئجار تلف من دكان أو سيارة أو حتى الآدمي، لو تلف المحل المعقود عليه، لذلك قال وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها أو انقطاع نفعها. إذا تلفت العين المؤجرة انفسخ العقد، لأنه لا يمكن الاستيفاء، لأنه لا يمكن استيفاء المنفعة مع تلف العين المؤجرة، وليس في هذا أدنى خلاف. ثم بعد ذلك ذكر بعض الشروط وأن تكون الإجارة على نفع معلوم حلال. إجارة العين لا بد أن تكون على نفع معلوم كركوب الدابة وسكن الدار ونحو ذلك، وأيضا مباح. فالاستئجار للأشياء المحرمة هذا لا يجوز، فهذا من شروط الإجارة. وأيضا أن تكون هذه العين معرفة للطرفين، معروفة للطرفين معرفة تامة لا ليس فيها جهالة، وهذا أمر مقرر في عقود المعاوضات ومنها الإجارة، لا بد أن تنتفي الجهالة، لا بد أن تنتفي الجهالة. ولهذا قال ومن استأجر شيئا فله أن قال وإن وقعت على عين فلا بد من معرفتها معرفة تامة، لأن الجهالة في عقود المعاوضات ليست مغفورة، بينما في عقود التبرعات كما سوف يأتينا في الوقف والهبة والوصية هذه يتسامح فيها، حتى لو وهبتني شيئا مجهولا قلت وهبتك ما في جيبي كما سوف يأتي صح، لكن عقود المعاوضات لا تصح مع الجهالة، لا تصح مع الجهالة. وهذا أيضا قاعدة ينبغي أن نستصحبها في جميع عقود المعاوضات. العين المؤجرة في يد المستأجر يد أمانة، يد أمانة. إذا قلنا يد أمانة معنى ذلك أنه لا ضمان، ما لم يتعدى أو يفرط. إذا استخدمها الاستخدام العرفي من غير تعد ولا تفريط ثم تلفت، فإنه حينئذ لا يضمنها المستأجر، لا يضمنها المستأجر. ومفهوم ذلك أنه إذا فرط أو تعدى فإنه يضمن، فإنه يضمن.
ثم انطلق بعد ذلك المؤلف يذكر لنا يعني واقعا ملموسا في وقته وفي في وقتنا الحالي، وهو ما يعبر عنه بالأجير الخاص والأجير المشترك. فقال: ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط. الأجير إذا استأجرت شخصا يبني حائطا أو استخدمت سائقا أو نحو ذلك فهذا نسميه الأجير الخاص، الأجير الخاص، وهذا يده يد أمانة، هذا يده يد أمانة، ما لم يفرط ولا يتعدى على العين التي في يده من سيارة أو من أشياء يصنعها لك فإنه لا يضمن. أما إذا تعدى أو فرط فإنه حينئذ يضمن. الضرب الثاني هذا نسميه الأجير الخاص، الأجير الخاص كالسائق ونحوه ومن استؤجر لعمل معين كبناء حائط في وقتنا الحاضر، بناء حائط أو نحو ذلك، أو إصلاح آلة أو نحو ذلك، فإنه لا يضمن ما لم يفرط أو يتعدى أو يتطبب هو نفسه يدعي المعرفة وهو غير عارف. وهذا يلحظ في بعض الحقيقة، من يستقدم السائقين يأتي وتعطيه المفتاح لا يعرف كيف حتى تشغيل السيارة، فهذه مشكلة كبيرة جدا ينبغي التنبه لها. فلو سكت على جهله واستخدم الآلة أو نحو ذلك فإنه يضمن لأنه مفرط، لأنه قد فرط. فنتنبه لهذا الشيء. الأصل أن الأجير المشترك الأجير الخاص أنه لا يضمن ما لم يتعدى أو يفرط. أما القسم الثاني فهو الأجير المشترك، يعمل عندي وعندك وفاتح المكان لكل الناس، يسمى الأجير المشترك، اشترك فيه أكثر من شخص، فهذا ضامن، هذا يده يد ضمان، يده يد ضمان. إذا اشتغل مثلا في آلة وأتلفها أو نحو ذلك فإنه يضمن. ولهذا قال في الشرح: والضرب الثاني الأجير المشترك، وهو الذي يقع العقد معه على عمل معين وهو عام في الناس كخياطة ثوب أو بناء حائط، سمي مشتركا لأنه يعمل للمستأجر وغيره، يتقبل أعمالا كثيرة في وقت واحد فيشتركون في منفعته فيضمن ما جنت يده، فيضمن ما جنت يده. فهنا هذا هو الفرق بين الأجير المشترك والأجير الخاص. ومثل أيضا للأجير المشترك قال: كالحجام كحجام وختان أو طبيب إذا عرف منه حذق في الصنعة ولم تجن أيديهم. كلمة حذق أو حذق معنى ذلك إتقان صنعة، أن يكون متقنا للصنعة. ولهذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من تطبب وليس بطبيب فهو ضامن، من تطبب وليس بطبيب فهو ضامن. فمن ادعى صنعة، أي صنعة من الصنعات، قال: أنا سباك، أنا بيطري، أنا ختان، أنا طبيب، ثبت أنه غير طبيب فإنه يضمن، فإنه يضمن، لأن فيه غش وخديعة. ونسمع أحيانا بأن من كان نجارا صار طبيبا في الوقت الحاضر لقلة الأمانة والورع والدين، تعريض
صحة الناس للتلف والعطب، فنتنبه لها. هؤلاء يضمنون، هذا ألحقه المصنف رحمة الله عليه بباب الإجارة، وهو الآن يعني واقع نعيشه، عقود التوريد، عقود المقاولات، عقود الصيانة في الوقت الحاضر، كلها مما يسمى بالأجير المشترك. الأجير المشترك، فالأصل في الأجير الخاص ألا يضمن، والأصل في الأجير المشترك أن يضمن، أن يضمن. انتقل المصنف رحمة الله عليه إلى أيضا باب الغصب، والغصب إما أن يكون في الأعيان بأن يستولي على مال غيره بالقوة والقهر من غير اختلاس، لأن كان بطريق الاختلاس فهو سرقة، لكن هنا بالقوة والقهر يستولي على ملك غيره بالقوة والقهر، وحينئذ يهدر منافعه أو ينتفع بها، فهذا يسمى باب الغصب، وهو محرم بالإجماع، ولا يجوز للمسلم أن يعتدي على أخيه المسلم لا في مال ولا عرض، وهما قرره النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم في شهركم هذا في بلدكم هذا، إلى آخر الحديث المعروف الذي سدد فيه النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة الأموال والدماء والأعراض. والمال المغصوب مضمون على غاصبه، بل ويضمن منافعه، ولهذا قال: من غصب شيئا فعليه رده وأجرة مثله. يعني لو أنه استولى على دار، ثم بعد ذلك لما جاءت السلطات وأخذت الدار من يده، فنقدر المدة التي استولى عليها ونعطي صاحب الملك أجرة المثل. لو كانت الدار مثلا تؤجر شهريا 5000 ريال واستولى عليها 10 أشهر، نعطيه 50,000 ريال، يؤخذ من الغاصب 50,000 ريال لصاحب هذه الدار. ولولي الأمر أيضا أن يعاقبه تعزيرا إذا كان يتسلط على أموال الناس وعلى سياراتهم كما يفعله الجهلة، هؤلاء الذين يعني يستولون على السيارات وسيارات الآخرين ويعيقون الطرق ويسيئون إلى الآلة لاستخدام الجنوني من تفحيط أو غيره، هؤلاء يستحقون التعزير، وقد صدر ما سمعتم، ولعله إن شاء الله تأديبا يكون فيه تأديب لهم وردع لهم ولأمثالهم. وهذا حرام لا يجوز، فإن استولى عليها خلسة اختفاء خفية فهي سرقة، وإن استولى على العين قهرا أنزل صاحب السيارة من سيارته واستولى على السيارة بالقوة، أو دخل الدار أو المزرعة وأغلق البيبان وقال هي لي أو نحو ذلك وادعى كذبا، فهذا نسميه غصب. وعليه الضمان لعموم قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديها. فعليه أن يرد العين، وعليه أن يرد أجرتها أو مقابل منفعتها، مقابل منفعتها التي فوتها على مالكها. وإن نقصت أيضا، يعني مثلا حصل فيها
نقص فعليه أيضا أن يرد قيمة هذا النقص. وفعل الغصب محرم، بل هو من كبيرة كبائر الذنوب، من كبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من اغتصب أرضا شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة بسبع أراضين. يعني فهم العلماء رحمه الله تعالى من هذا الحديث أن من ملك سطح الأرض فإنه يملك إلى تخومها، وله أن يتصرف في هذا التخوم، يعني في العمق، ما لم يضر بالناس. ثم بعد ذلك تكلم المصنف رحمة الله عليه عن عقد إرفاق، وهذا العقد الإرفاق هو باب الشفعة، وهو مشروع للإرفاق، ولا يكون إلا في الأملاك المشتركة، فإنك قد ترضى بشريك ولا ترضى بغيره. فلو كان بينك وبين أحد من الناس شركة في أرض أو في دار أو في سيارة أو نحو ذلك من المنقولات أو نحوها، فباع نصيبه، نفرض أن نصيبه النصف، فباعه، يجب عليه قبل البيع أن يخبرك، فإن أخبرك وأعلنت الشفعة فحينئذ لك أن تأخذها بالقوة، يعني لك أن تأخذها ليس برضا المشتري ولا برضا البائع، تأخذها بمثل الثمن. ولهذا قال: وهو استحقاق الإنسان، الشفعة هي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها، من يد مشتريها، طبعا بالمثل بالثمن الذي بيعت، أو بمثل الثمن الذي بيعت به. ولا يشترط فيها أن يرضى المشتري ولا أن يرضى البائع، ما دام أنه باعها. والواجب على الشريكين إذا أراد أحدهما أن يبيع نصيبه أن يخبر شريكه بذلك، وأن يخبره بما انتهى به البيع، ولا يدلس أو يخفي ذلك، فإن أخفاه حرم عليه ذلك. فما دام الملك مشتركا بينهما أنصافا أو أرباعا أو نحو ذلك، وباع أحد الشريكين نصيبه، فمن حق الشريك الثاني أن ينتزع هذه الحصة بثمنها دون رضا المشتري. ثم ذكر لها مجموعة من الشروط، قال بأن الشرط الأول خاص، الشركة أو الشفعة خاصة بالبيع، يعني لو ملك الشخص أو الجزء المملوك للشريك ملكه هبة، لو كان بيني وبينك مثلا شركة في مزرعة لي نصفها ولك نصفها، فوهبت أخاك نصفها فلا شفعة. لهذا قال: الشرط الأول أن يكون في البيع، فلا تجب في موهوب ولا موقوف ولا عوض خلع ولا صداق. الشرط الثاني أن يكون عقارا أو ما يتصل به من البناء والغراس. تخصيص الحقيقة بالعقار هذا لأنه الشيء المهم أو الشيء السائد في زمانهم، وإلا لو كان هناك شركة بين شخص وآخر في سيارة أو نحو ذلك أو دابة أو نحو ذلك، ما المانع من أن
يعني يستحق الشفعة في هذا، لأن المراد بالشفعة دفع الضرر، لأني سوف قد أرضاك ولا أرضى من تبيع عليه، فلا أرضاه أن يكون شريكا لي، وهذا وارد في غير العقار. ذكر مجموعة من الشروط لعل من أهمها إعلان الشفعة، يعني إذا أنك سمعت بأن شريكك باع محل الشركة من عقار أو مزرعة أو نحو ذلك وسكت، ما أعلنت الشفعة، فحينئذ يقول عليه الصلاة والسلام: الشفعة لمن واثبها. يعني لابد أن تعلن الشفعة، وأيضا يجب على الشريك أن يخبرك ولا يتحايل فيسكت عن بيعه لهذا الشخص حتى يفوت الوقت أو حتى يتصرف في هذه العين أو نحو ذلك، فحينئذ يفوت الأوان. فالشفعة لمن واثبها، يعني لو جاءك شريكه وقال: ترى أنا بعت نصيبي من الشركة التي تعرف التي بيننا وبينك، فسكت، فهذا دليل على عدم رغبتك، وحينئذ ليس لك أن تراجع مرة أخرى وتقول: أنا شافع أو نحو ذلك، لا بد أن تقولها حينما تعلم. الجار يا مشايخ، هل للجار؟ لأن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم، في الشفعة فيما لم يقسم، أما إذا قسمت الأملاك وتمايزت عن بعضها وشقت الطرق ونحو ذلك فلا شفعة. لكن الجار واللصيق، أنتم تعلمون بأن الجار إما شر وإما خير، وحينئذ قد ترضى بفلان جارا لك ولا ترضى بالآخر، فلو أن جارك باع بيته على شخص، فهل الجوار مثبت للشفعة؟ هذه الحقيقة مسألة خلافية، والخلاف فيها قوي. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، طائفة من أهل العلم، يقولون بأنها أولى من الشركة، الشفعة بالجوار أولى، لأن فيها دفع مضرة، دفع مضرة. جاء الجار الجديد لا تعرف خيره من شره، فحينئذ قال بعض أهل العلم بثبوت الشفعة بالجوار، ثبوت الشفعة بالجوار. ومن الأحكام أيضا بالنسبة للشفعة أن يشتريها، أن يأخذها بكامل الثمن. يعني قد يكون الإنسان عنده عجز مالي، وهذا الشريك باع بمال، خاصة في وقتنا الحاضر مثلا وارتفاع العقار ونحو ذلك، وأنت ليس عندك القدرة المالية أن تشتري نصيب جارك، فحينئذ لا يحق لك، لا يحق لك، لا تثبت لك الشفعة مع عدم قدرتك على دفع الثمن كاملا. فبعد ذلك تكلم رحمه الله تعالى عن عقود التبرعات. نعم يا شيخ. الشرط الثالث والرابع كانوا
الثاني والثالث، ثالثا يكون شقصا مشاعا. شقص معنى ذاه جزء، جزء يعني. الشيء الذي لا ينقسم، لا يقبل القسمة. الأصل أن هذا في شفعة. هنا يعني كأنك الشيخ تقول بأنه أولى بالشفعة. لأنه لا يمكن والله ما ظهر لي فهمك، يعني لم يظهر لي، لكنه هو الرابع أن يكون مما يقسم، يعني مما يقبل القسمة، مما يقبل القسمة. فأما المقسوم المحدود يعني المنتهي فهذا لا شفعة فيه. فإذا صرفت فأما المقسوم المحدود فأما ما لا يقسم فلا شفعة فيه. أي نعم الشيخ كأنه يعني عندنا الأملاك بعضها قابل للقسمة وبعضها غير قابل للقسمة، وعندنا هناك أيضا في باب القسمة في كتاب القضاء أشار إلى هذا، اللي هي قسمة الإجبار قسمة التراضي، قسمة الإجبار قسمة التراضي. لكن احنا نتكلم في باب الشفعة عن الشيء الذي تم فرزه وتوزيعه، فهذا لا شفعة فيه. أما الشيء الذي باقي والشركة فيه مشاعة فهذا هو الذي يقبل، هذا هو الذي يقبل الشفعة. يمكن لعلك يا شيخ تدقق فيها في وقت أوسع. أقول بأنه بدأ الآن رحمه الله تعالى يتكلم عن عقود التبرعات التي يقصد منها بعضها وجه الله سبحانه وتعالى وبعضها نفع الآدميين، فبدأها بكتاب الوقف. والوقف يا إخوتي في الله، الوقف في الإسلام مشروع، ولهذا جاء في الأثر ما من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده ما يوقف إلا أوقف. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وبركت الناقة في موضع مسجده صلى الله عليه وسلم الحالي وكان ليتيمين، اشتراه وأوقفه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من فعل الوقف في مسجده عليه الصلاة والسلام. فالوقف أمر محبذ، وهو من التبرعات، وهي من التبرعات. ومعناه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. فالأصل لا يباع ولا يوهب، ويقع ناجزاً بصيغة التوقيف. إذا أوقفت شيئاً لا يمكنك أن تتراجع فيه، وهذا فرق بينه وبين الوصية، لأن الوصية كما سوف يأتينا هي التبرع بالمال بعد الموت. فالموصي له حق التغيير والتبديل والرجوع، أما الواقف فلا، لأنه يقع ناجزاً. فإذا أوقفت أي نوع من أنواع المال الذي يقبل الوقفية فإنك لا تملك أن ترجع فيه، تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة. ولهذا لما استشار عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ملكه من خيبر، فقال عمر:
يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني فيها؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع، يعني لا يشترى ولا يوهب ولا يورث. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وذوي القربى والرقاب وابن السبيل والضيف. فهنا قال عليه الصلاة والسلام: لا يباع أصلها. فهذا هو الأصل في الوقف، أنه إذا وقفت الدار أو الدابة أو أي شيء يقبل الوقف فإنه حينئذ لا يمكن أن يغير. قريب من هذا سوف يأتينا، وهي أن بعض الفقهاء يقولون، ولكن نترك هذه اللفظة لنصلها، ومهم، ويجوز يعني محل الوقف، قال: ويجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع بقاء عينها. هذا أول شرط، الشرط الأول في العين التي يجوز وقفها أن تكون قابلة للبيع، في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها. الشرط الثاني أن ينتفع بها مع بقاء عينها، وهذا الحقيقة محل نظر، لأننا لو نظرنا إلى الدراهم والدنانير ونحوها جميع الأثمان في وقتنا الحاضر، أيضا النقود، هل يمكن أن ينتفع بالدراهم والدنانير وتبقى العين؟ طيب، السؤال الثاني: هل يجوز وقف الدراهم والدنانير؟ هذا محل خلاف، هذا محل خلاف بين أهل العلم. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وطائفة أنه يجوز، ثم يشترى بها أعين أو يعني عينا تبقى وتوقف. يعني لو أن الإنسان مثلا لا يملك إلا دراهم أو دنانير أو ذهب أو نحو ذلك من الأثمان، دولارات أو نحو ذلك، وخشي أن يفوته الوقفية، فقال بأن المليون الفلاني المودع في مكان كذا وكذا أو الموضوع في مكان كذا تراه وقف، فعند طائفة من أهل العلم أن هذا جائز، وحينئذ يشترى بها عينا فيما بعد وتكون وقفا، تكون وقفا. ولهذا هذا الشرط مع بقاء عينها فيه نظر، ولهذا قال: ولا يصح في غير ذلك مثل الأثمان والمطعومات والرياحين، لأنها تستنفد ولأنها تستهلك، لأنها تستهلك، وبعض أهل العلم يجيز ذلك. الشرط الثاني أن يكون الوقف على بر ومعروف، أن يكون الوقف على بر ومعروف، وهذه قاعدة عريضة، يعني على فيه نفع للناس، يكون فيه نفع للناس كالمساجد والربط الرباط ونحو ذلك من الأشياء التي ينتفع بها عامة الناس، وأيضا شق الطرق في مزرعتك أو نحو ذلك، طريقا يوصل إلى طريق آخر، كل هذه يجوز، لأن فيها نفعا متعديا، لأن فيها نفعا متعديا. هذا هو الشرط. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، روي عن عمر أنه قال: يا رسول الله إني أصبت مالا بخيبر، إلى آخر الحديث. الوقف له صيغ كسائر العقود إن صح تسميته بأنه عقد، لأنه من طرف واحد، الإرادة فيه من طرف واحد. على كل،
الوقفية لها صيغ بعضها قولي وبعضها فعلي، وحتى القولي منه صريح ومنه كناية. فالصريح ما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو قوله أو تحبيس الأصل، لو قال حبست أو أوقفت أو سبلت، فهذه ألفاظ ثلاثة هي صريحة في الوقف ولا تحتاج إلى نية. أما لو قال تصدقت بها أو ملكتها، ملكت نفعها الفقراء أو نحو ذلك، أو وهبتها لله عز وجل ونحو ذلك، فهذه كنايات، هذه كنايات. الكناية تحتاج إلى نية، تحتاج إلى قرينة حتى تصح الوقفية بها. ولا نضيق واسعا، إذا دل اللفظ على إرادة الوقف أو الوقفية فإننا حينئذ نكتفي بهذا حتى لا نسد باب المعروف. ولهذا قال المصنف رحمة الله عليه: ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه، مثل أن يبني مسجدا ويأذن في الصلاة فيه، أو سقاية ويشرعها للناس، يعني يفتح للناس أن يأخذوا من مائها. وهو كما قلت قبل قليل أنه يثبت ناجزا، يثبت ناجز، ولهذا لا يتحمل التعليق، لا يتحمل التعليق. إذا قلت أوقفت داري الفلانية الواقعة في المكان الفلاني، أو المملوكة لي بالصك الفلاني، أو المباع علي من فلان بن فلان أو نحو ذلك، هنا بمجرد التلفظ من العاقل البالغ حينئذ يثبت الوقف، ولا يجوز حينئذ التصرف فيه تصرفا ناقلا للملكية، يعني لا يتصرف فيه ببيع أو بهبة أو نحو ذلك، لأنه ثبت ناجزا وانتهى. ولهذا قال المصنف رحمة الله عليه: ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه الكلية، فيباع ويشترى به ما يقوم مقامه. ثم ضربنا بعض الأمثلة. إذن الأصل في الوقف أنه لا يباع، لكن لو تعطلت منافعه، جاء مثلا سيل وهدم المسجد، أو أيضا احتيج إلى المسجد توسيع الطريق أو نحو ذلك، فإنه حينئذ لا نقضي على هيئة الوقف، ننقله إلى مكان آخر ونشتري بثمنه أو بقيمته مثله، بقيمته مثله. هذا إذا تعطلت منافعه. لو مثلا، وهذا في القرى القديمة، انتقل الناس ولم يبقى في الحارة أو في القرية أناس يصلون في هذا المسجد، والمسجد يعني بكامل عمارته، لكن يمكن استفاد من آلته من مكيفات ونحو ذلك، والمسجد الآن متعطل، فحينئذ يجوز أن تنقل آلته إلى مسجد آخر، إلى مسجد وهذا مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وإنما المقصد المثال، حيث كتب إلى سعد ابن أبي وقاص لما بلغه أنه قد نقب بيت المال بالكوفة، قال: انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لا يزال في المسجد مصلٍ.
كان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه. فإذا تعطلت منافع الوقف فحينئذ يجوز أن ينقل إلى مكان ينتفع به فيه. والوقف لا بد له من مصرف، الوقف لا بد له من مصرف. ولهذا يستحسن بالمسلم والمؤمن إذا أراد أن يوقف أن يستشير، أن يستشير من يثق في علمه وورعه وديانته من المسلمين حوله. ما هو أنفع الأوقاف لهذه الجماعة، لهذه المحلة؟ هل الأنفع لهم بئراً؟ هل الأنفع لهم بئر أو الأنفع لهم وقف لتعليم القرآن الكريم أو وقف لأيتام هذه القرية أو هذه المدينة أو نحو ذلك؟ فحينئذ يضع ماله أو وقف ويضع وقفه في شيء مفيد. وأيضا يحسن بالأمة أن توزع أوقافها، لا تكون على نوعية واحدة. يعني كلنا مثلا في المساجد، كلنا نبني مساجد، والحقيقة أن في ظاهرة في الوقت الحاضر كثرة المساجد وتقاربها، وهذا الحقيقة يفوت مصالح على المسلمين من تسجيل خطى إلى المسجد ذهابا وإيابا، وتقارب الأنفس أيضا، والتعارف وبعد الوحشة، تفريق الوحشة بين المسلمين. فينبغي التنبه أيضا لهذا الشيء عند الوقف. إذا كان وقفاً مالياً فلا بد له من مصرف. ولهذا كما جاء في وصية في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أن يجعله في الأقربين، فيكون مثلاً الوقف في الفقراء والمساكين وابن السبيل ونحو ذلك. إذا كان وقفاً ريعه يكفي لذلك، أما إذا كان الوقف صغير ف يوقف على فئة معينة فقط حتى يكون أنفع لهم. وهناك أيضا ما أشار إليه مما يسمى بالوقف الذري، وهو أن يوقف على قرابته. في حديث عمر السابق ما يشير إلى ذلك، بل في بعض الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلها في الأقربين، أو قال جعلها في الأقربين. سبق لنا هذا الحديث في أول الباب. فتصدق بها عمر في الفقراء وذوي القربى، في الفقراء وذوي القربى. والوقف الذري حقيقة أنا مختلف فيه لضعف عمومه، لأنه يكون على فئة معينة، وربما هذه الفئة غنية مثلا، سواء خاصة بالنسبة لصاحب الأموال مثلا، فكونك ترد المال على ذريتك مرة أخرى فأنت لم تصنع شيئا لنفسك. فلهذا اختلف العلماء في الوقف الذري. يقول هنا، وهذه مسألة مهمة، يقول يرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه وإدخال من شاء بصفة وإخراجه بها، وكذلك الناظر فيه والنفقة عليه إلى شرط الواقف، إلى شرط الواقف. ولهذا قلت قبل قليل أنك إذا أردت أن توقف فاستشر، لأنك ربما توقف ما لا يصح أو شيء لم يكتمل الشروط. وهناك مقولة قالوا فيها، وهي الآن أقرب إلى القوانين الوضعية منها إلى الشرع، وإن كتبت في بعض كتب الفقهاء، يقول نص الواقف كنص الشارع، نص الواقف كنص الشارع.
ويقصدون من هذا أنه لا يغير ولا يبدل، ولهذا أصل في القرآن، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون، لكن ليست على عمومها. نص الواقف كنص الشارع فيما وافق الشرع، وهذا هو ما نبه عليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه. قال: لو اعتقد الإنسان أن نص الإنسان كنص الشرع لكفر، لأنه ليس هناك شيء مثل كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن تقيد هذه العبارة بأن نص الواقف مثل نص الشارع فيما وافق الشرع، فيما وافق الشرع، وهي الآن متداولة في بعض الكتب، فأحببت التنبيه عليها. فإذا كان شرط الواقف موافق للشرع ينبغي أن ينفذ ولا يغير ولا يبدل. وينبغي الحقيقة أن نتواصى، وفقني الله وإياكم، على المحافظة على الأوقاف من الاعتداء عليها. ففي حقبة زمنية استولى اليهود والنصارى على أوقاف المسلمين، وبخاصة في الشام، فكانوا يستأجرونها بأجار السكنة، يسمونها أجار السكنة، بمئة سنة واثنى عشر سنة، مئة سنة ومئتين سنة، ثم بعد ذلك ينسى أصلها وحقيقتها فتملك، والذي يملكها قد يكون كافراً أيضا. فلذلك ينبغي الحقيقة أن يوضع عليها ناظر أمين، الناظر هو الذي يتصرف فيها ويرعاها، سواء كان بأجرة أو بغير أجرة. إن وجد متبرع من القرابة أو من الأصحاب أو نحو ذلك فجزي خيرا، وإن لم يوجد إلا من يريد أن يأخذ أتعابه فإنه يأخذها من أجرة الوقف. لا بد من ناظر. وقالك: وكذلك الناظر عليه، هذا لا بد أن يكون أمينا، وأيضا عارفا بالصنعة، عارفا بالأشياء التي يعني وضع لها الوقف. ثم انتقل بعد ذلك إلى عقد آخر من عقود التبرعات، وهو الهبة، وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض. تضع تحت كلمة بالحياة أو في الحياة خط، لأن هذه مخرج للوصية. شوف الآن: تمليك المال في الحياة بغير عوض، الوصية تبرع بالمال بعد الموت، بعد الموت. فهذا الهبة في الحياة بشروطها من قبض وغيره، والوصية تكون بعد الممات. ولهذا هذا قيد أخرج الوصية كما سوف يأتي، وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض. والمقصود منها كما جاء في الحديث تهادوا تحابوا، المقصود منها الأجر الأخروي. بما تصح الهبة؟ قال: وتصح بالإيجاب، وهذه من المالك بقوله: وهبتك أو أعطيتك أو منحتك أو نحو ذلك من الألفاظ الدالة، أو خذ هذا أيضا من القرائن التي تدل عليها، فهي كغيرها لها صريح ولها كناية. لكن هل يشترط فيها قبول؟
قال: ويصح بالإيجاب والقبول والعطية المقترنة بما يدل عليها. القبول من الموهوب له، من الموهوب له، وهذا محل الحقيقة خلاف. بعضهم لا يشترط القبول، ولهذا يجعل الهبة من التصرفات وليست من العقود، وإنما هي من التصرفات فقط. الهبة من التصرفات، وهذا يعني محل خلاف بين الباحثين في صيغ العقود. وبعضهم اشترط القبول لأنك قد تقبل منة فلان ولا تقبل منة غيره، وهو الذي سار عليه المؤلف، فيشترط إيجاب وقبول، إيجاب من الواهب وقبول من الموهوب له. وبأي شيء تلزم تثبت وتستقر ملكية العين الموهوبة؟ قال: بالقبض. تلزم بالقبض، ولهذا شنع الرسول صلى الله عليه وسلم على العائد في هبته وقال: كالكلب يقيء ثم يعود فيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واستثنى من ذلك الأب. المهم أن الهبة تملك وتستقر ملكيتها للموهوب بالقبض، ولهذا أو الدلال من الأدلة على هذا أن أبا بكر رضي الله عنه لما وهب عائشة رضي الله عنها جداد أو جذاذة، بعضهم يكتبه جداد وبعضهم يقول جذاذ، 20 نخلة من نخله بالعالية، لكنه مرض مرض الموت ولم تقبض عائشة، فقال: أي بنية، إني كنت نحلتك جذاذ 20 وسقا أو جدادا، ووددت أنك كنت حزتيه، يعني قبضتيه، وهو اليوم مال وارث، فاقتسموه على كتاب الله عز وجل. فهنا دلت دلالة واضحة على أن عائشة لو قبضت هبة أبيها أبي بكر رضي الله عنهم جميعا، لو حازته أو قبضته للزم واستقر ملكها عليه. فلما أنها لم تحزه أخبرها أبوها أبو بكر بأنها لا تملكه وإنه مال وارث. هنا يا مشايخ أيضا قضية متصلة بالهبة، وهي عطية الأولاد، وهي قاصمة الظهر حقيقة. عطية الأولاد ينبغي التسوية بينهم فيها، تسوية بينهم فيها على حسب الإرث، يعني يعطى الذكر سهمين والأنثى سهم. أما أن تخص أحدهم بالعطية والهبة دون الآخر فهذه أمر محرم لا يجوز، إلا لمعنى في الموهوب. لو كان الموهوب فقيرا يحتاج إلى شيء من أمور الدنيا، من سيارة تنقله لدراسته، أو كان مريضا أو نحو ذلك، لأن هذه الأشياء واجبة عليك، فلذلك يجوز أن تخصه لهذا المعنى. أما أن تخصه لأنك تحب أمه أكثر من جارتها أو نحو ذلك، فهذا جرى لبعض الصحابة رضوان الله عليهم، وهو النعمان بن بشير قال: تصدق علي أبي
فجاء أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تصدق علي أبي ببعض ماله. فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حتى يشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد على صدقتي. فقال: أكل ولدك أعطيت مثله؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة. رواه البخاري. وفي لفظ: لا تشهدني على جور، يعني على ظلم. وفي لفظ: فردده. وفي لفظ: فأرجعه. فهذا فيه دلالة واضحة على أن الأب ينبغي أن يعدل بين الذكور والإناث من أولاده في العطايا، لأن هذا يحدث أيضا ضغينة، يحدث ضغينة وبغضاء ويصل إلى قطيعة الرحم. ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم جور، يعني ظلم وبهتان. فنتنبه لهذا، لأن تخصيص بعضهم يورث بينهم العداوة وقطيعة الرحم فيمنع منه. هذا الحقيقة ما أبرز المسائل في باب الهبة، ونتوقف بناء على طلب الشيخ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونواصل إن شاء الله.